سلام عليكم يا معلم شلبي. اهلا عارف عاوز ايه؟ اجيب لك شويه شغط ولا ايه؟ شغط ايه؟ نزل لي الفخده البتلو دي. الفخده البتلو دي؟ وتوضبها كمان، يعني تشيل الشغط اللي فيها علشان تبقى تاكله انت. الامر لله، انت تؤمر يا ابن الاصول، بس الاول اشوف الفلوس. اهي الفلوس اهي. تعالى بقى. دي. دي. ايوه. خليك حنين يا شلبي. حضر لي كمان فوق اللي حضرته 5 كيلو للسفانة. ما كان كلها مين عارفه؟ ليا. بتحصل ولا ايه؟ برايا عم احمد افكهاني. الله، هو ربنا خلق الفاكهه دي الناس والناس لا؟ ولا احنا فاكهتنا جميز وتوت؟ وشوف حسابك ده. يا ده حنفي. حنفي يا سوكا. مالكش دعوه بيا يا عرب. تعال عايزك في شغلانه. تعال خلاص براءه. اوعى تكون هو تقدر عارف. اخد طريقة تخيبه. لف لف عايزك انا. جهزت كله يا عم احمد. حسابك كام؟ شيل يالا. وانت ما بتشيلش ليه؟ الله شيل يالا بلاش غلبه. تم. راح فين الفاكهه دي؟ عندي في البيت. عندك انت؟ ايوه عندي انا. مش مالي عينك يا اد ولا ايه؟